خلينا نروح لخبر تاني او خبر ده مش خبر نروح لعريس الحفله بالزبط. بعد علي لطفي. طبعا البعض برضو تحدث عن فكره ان حارس مرمى الزمالك الكابتن جنش اللي طبعا بنحترمه بشكل كبير جدا كان سبب كبير جدا في تالق محمد شريف. لا الحقيقه مش كده. خلينا بس ناخد لقطه هي اللي خدت صوتنا بعد هدف محمد شريف، وهي فرحه احتفال محمد شريف بالهدف بعد دقيقتين فقط لا غير من احتفال كابتن شيكابالا بالهدف. كابتن شيكابالا اللي لعب 23 مواجهه امام النادي الاهلي، تلقى الهزيمه في 13 مواجهه وتعادل في 6 مواجهات وفاز فقط لا غير في 4 مواجهات. ده الاحتفال بتاع كابتن شيكابالا، احتفال يبدو عليه ان هو اكيد هو جاب هدف جميل، ولكن احتفال فيه نوع من انواع العظمه بالنسبه لفكره تكرار الهدف وان الموضوع سهل. فكان الاحتفال بدقيقتين بالظبط بعقليه محمد شريف اللاعب الاهلاوي، اللاعب اللي انا بعتبره بدرجه مشجع، احتفال بيجيب معاه الفوز. وهنا قيمه اهداف محمد شريف، محمد شريف اللي في اول قمه ليه بيسجل هدفين. الكابتن شيكابالا بقاله 17 سنه قمه دوري مع امام النادي الاهلي سجل هدف واحد فقط لا غير، فكانت نقطه لازم نلقي الضوء عليها، لان كمان ارقام شريفه كابتن ارقام استثنائيه، مش بس عشان الحارس كان جنش، لا ده امام حراس كتير، ويمكن جايبين له احصائيه بالظبط 1062 دقيقه كابتن مع الاهلي. صحيح. لعب في الدوري العام 12 مباراه سجل 6 اهداف وصنع 3، ولعب في دوري الابطال 8 مباريات سجل 3 وصنع هدف واحد، يعني بمعدل كل 81 دقيقة تقريبا محمد شريف يا بيصنع هدف يا بيسجل هدف. أعتقد كمان أرقام محمد شريف مع منتخب مصر أرقام جيدة، وقدر يسجل مع منتخب مصر. ففكرة التقليل من حجم الكابتن محمد شريف اللي احنا هنا قلنا قبل كده ان بشوية تركيز وتوفيق وإصرار هيكون رأس حربة مصر الأول، فأعتقد القصة مش في جنش خالص، إلا إذا كان كل الحراس اللي قابلهم محمد شريف وسجل فيهم كل الأهداف دي في كل الفرق على طريقة جنش. بالرغم برضو إن خلي بالك محمد الشريف في البداية كان عنده عدم توفيق غير طبيعي، يعني الولد كان يعني بيبذل مجهود وكان بيهدر فرص، كان لسه جديد مع الفرقة لسه ما دخلش على المود، ومع ذلك اجتهد وخد الموضوع بكل جدية. يمكن أنا بشبه أفشة بالشريف لأنه الحقيقة الاتنين في بدايتهم بدأوا معهم الأمر بعدم توفيق، ولكن الأرقام لا تكذب، لكل مجتهد نصيب. الولد كان مصر وكان عنده يعني إصرار غير طبيعي إنه يقدر يحفظ مكانه كعنصر أساسي فريق نادي الأهلي، وما أدراكم المنافسة الشرسة عشان تقدر تثبت رجليك في جوه ال 11 لاعب جوه الملعب. الحقيقة الشريف وقفشة كانوا رمز كبير جدا لأي حد عايز يركز في الكورة بس، يركز في الكورة بس، وحبه وعشقه للنادي الأهلي هو ده اللي بيخليه دائما في المقدمة.